أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. إن الله وملائكته يصلون على